طيب معنا الأستاذ خالد بن فلاح السويدي، مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين. حياك الله أستاذ خالد. السلام عليكم. يا أبو راشد. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أبو عامر؟ الله يسلمك ويعافيك. مرحبا يا أبو راشد، حياكم الله. الله يسلمك. سيدي الكريم، أحد الأخوة اتصل بنا بوميثة، وكذلك بعض الأخوة أرسلوا بعض الرسائل النصية القصيرة. ينزعجون، تعرف أنت الحين كثير من الناس يربون كلاب في بيوتهم، ليس في المزارع وإنما في البيوت في الأحياء السكنية، فالناس تنزعج من مسألة يعني تعرف نباح الكلاب، وخاصة في الليالي، وربما يكون حد من الجيران عنده أطفال صغار يخافون من الكلب ولا غيره، فبالتالي قدموا شكاوى في البلدية لكن ما صار شيء، فبالتالي ما هو الإجراء في هذه المسألة سعادتك؟ أول شيء نشكر لك الفرصة لك تحت الفرصة، ونبارك للشارقة، نبارك لحاكم الشارقة، نبارك لمواطني الشارقة ومقيميها وزائريها على الحفل البهيج اللي الكل شاركه، حتى اللي كانوا في الشارع عاشوا الفرحة ولو منهم ما وصلوا خرفكان. وأنا ودي كان البرنامج اليوم كل يكون عن خرفكان، لكن إن شاء الله هذه فرصة إن إحنا نبارك للجميع، للحاكم ولكم، جزاكم الله خير سيد محمد على هالجهود الرائعة اللي الواحد صراحة صدر انشرح وهو يتابعها ولو كان عن بعد. جزاك الله خير، جزاك الله خير. فيما يتعلق بشكوى الأخ بوميتة حول إزعاج الكلب، خلنا أعزكم الله وجل سامعين، خلنا نوضح الأمر بشيء من التفصيل. إذا كان الموضوع موضوع إزعاج، فالأصل أنه يبتدئ بتعاون مع الأخوة في مجلس الضاحية، وهذه توجيهات سمو الحاكم والقيادة الرشيدة إن إحنا ما نبتدي بالشكوى وما نبتدي بفتح البلاغات سواء كان في البلدية أو في مراكز الشرطة. فالأصل إحنا دائما نحول الناس على مجالس الضواحي حتى يقوم مجلس الضاحية بدوره الأساسي في حل أي إشكال قبل الوصول لأي جهة من جهات الفضل التنازع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بتربية الكلاب، يعني ليس من اختصاص البلدية حصرا في منع الناس من تربية الكلاب في بيوتهم. إن كانت شكوى عن الإزعاج فالموضوع بسيط، يتجه إلى مراكز الشرطة ويفتح بلاغ إزعاج بغض النظر طيب عن السبب. تسمح لي أبو عامر، معناها أن ما في أي قانون يخول البلدية بمنع تربية الكلاب في المنازل؟ احنا انا قلت في البداية اكثر توضيحا، ازعاج الكلاب نعم ما في كلاب. احنا لا، انا ما تحدث عن الازعاج حتى لو ما كان في ازعاج، يعني انا اضرب لك مثال بسيط. الحين اللي اعرفه انا ان الواحد ممنوع يربي دبش في بيته، صح ولا لا؟ لان في نص واضح، في نص في نعم في إقامة الحظائر. لا، ما يتعلق بالكلاب، إقامة الحظائر سواء كانت خارج المنزل او داخل المنزل. واضح في نص واضح، وانها بناء على هذا النص نقدر نتحرك. لكن مع ذلك اقول لك ابو راشد، احنا لما تاتينا بلاغه عاده هكذا نتحرك، ويطلعون المفتشين 70-80% من هذه البلاغات تحل وديا بين الجيران، يعني يصير شيء من التفاهم. جزاك الله خير، جارك منزعج لو سمحت تزيل الكلب، إذا كانت عندك مزرعة أو عندك عزبة، أو أنك تذهب به إلى زاوية مكان آخر. 70-80% من المشاكل تحل، 20% نحتاج أن نتدخل العقلاء، الأخوة في مجلس الضاحية، وأحيانا حتى أكون أكثر وضوحا بعض الناس تصر على بقاء الكلب. وهنا يعني نوجه آسفين، احنا ما ودنا نوجه الناس للشرطة، لكن في النهاية هذه جهة اختصاص، ونقول للشاكي والشرطة هي جهة الاختصاص في حال بالفعل حصل إزعاج. نعم، وهذا الإزعاج إما أن يكون إزعاج من حيث الصوت، أو إزعاج من حيث الروائح كرمك الله، أو ربما بعض الناس تربي بعض الحيوانات التي تيب كذلك، هاي الحيوانات تيب قوارض أو غيره أو هذا، فهذا يتوجه للشرطة. صحيح؟ صحيح، مثل ما ذكرت وأجمل جزاك الله خير، الإزعاج من اختصاص الشرطة بغض النظر، حتى ممكن يعني إقامة حفلة أو إزعاج أصوات عالية أو سيارات، تجمع سيارات كثير، يعني بغض النظر عن نوع الإزعاج، لكن هذا اختصاص أخواننا في الشرطة وإحنا ما نتعدل اختصاصهم. لكن إحنا ابتداء حتى الأخ بوميثة هذا، أنا بتابع موضوع شخصيا وبنشوف البلاغ، هل طلعوا الأخوة لصاحب المنزل، هل ما استجاب، هذه التفاصيل إن شاء الله إحنا نتواصل مع صاحب بالشكوى وفعله طيب نحاول حلها بدون ما يلجأ للشرطة، لكن آخر العلاج الكي انتبت فعلا الإزعاج هو من حق أن يستكشف.
جميل. احد الاخوه يقول انا قدمت من سنه على تربيه الدبش، الظاهر يبقى اذن في تربيه الدبش في النوم النوف ثلاثه عن طريق البلديه وعن طريق برنامجكم، ولكن بلا فائده. فانتم ما تعطون اي تصريح ان شخص يربي مواشي في بيته. القانون في هذه واضح. واضح. يمنع اقامه الحظائر في المنازل. جزاك الله خير. مشكور على التوضيح وبارك الله فيك. احسنت. حياكم الله. يا مرحبا. جزيل الشكر للاستاذ خالد بن فلاح السويدي، مساعد مدير عام بلديه الشارقه لخدمه المتعاملين في بلديه مدينه الشارقه.